ومرحبا بكم أصدقائي، معكم حمادة القرشي وانتم الآن على برنامج راوي ستوريز، وفي سلسلة قصص المتابعين واللي من إعداد إلهام البوزيري كنت طلبت منها في القصة الفايتة أنها تجيب لكم قصص واقعية، وفي حلقة اليوم قصة واقعية على السحر الأقارب. كتقول لكم إلهام اللي هي كاتبة ومعدة ديال هاد الحلقة: السلام عليكم الخوت، والسلام عليكم أخوي حمادة، كنتمنى أنك تكون بخير والمتابعين أيضا يكونوا بخير وعلى خير. وبغيت نقول ونشكر المتابعين ديالك الكرام على التعليق ديالهم الزوينة والتشجيعات ديالهم ليا، وإن شاء الله غادي نحاول أنه القصص ديالي تكون في المستوى ديالهم وترضيهم كاملين. القصة ديال اليوم غادي تكون قصة حقيقية على سحر الأقارب، ونبدأ القصة ديالنا على بركة الله. أنا سميتي بشرى من مدينة الدار البيضاء، عمري 30 سنة، أم لطفلين، وحكايتي اليوم غادي تكون على الغيرة والحقد والحسد من مرات شيخي. مرات شيخي هي مرات بابا راجلي، واللي هي دابا مطلقة. كنت كنعيش في وسط عائلة متوسطة اللي مكونة من أب وأم وربعة ديال العزارة وخمسة ديال البنات. أنا طبعا كنت آخر عنقود، قاع خواتاتي مزوجين وعايشين الحياة ديالهم ولله الحمد، وأيضا خوتي حتى هما شي مزوج وشي باقي كيتقاتل مع الزمان. الأب ديالي المسكين ضراب علينا التمارة شحال حتى كبرنا، وخدك شي اللي كان كيشد كان قليل بحكم أنه كان خدام في البني، ولكن كان ربي كيكتر ليه في البركة دياله. والصراحة ديال الله عمرو خلانا نحتاج لشي حاجة، واكلين شاربين ومكسيين والحمد لله. انا كنت خدامه في المعمل ديال الحوايج، طبعا الناس ديال كازا غادي يكونوا كيعرفوهم. صافي انا بقيت هكداك كنعاون مالي الدار على المصروف وبداكشي اللي قديت عليه، واخا كان الاب ديالي كان كيقول لي غير خلي فلوسك عندك راه غادي تحتاجيهم من بعد، ولكن انا اصريت انني نبقى نعاونهم. وصافي مشات الحياه هكداك، وبقيت انا خدامه حتى جا داك النهار وتعرفت على راجلي. ما طولناش بزاف العلاقة ديالنا، وقرر وبغى باش يجي يخطبني، لكن هذاك النهار بالضبط عمرني ما ننساه في حياتي. كان نهار مشؤوم، حاولت أنني ننساه أكثر من مرة، ولكن الذكريات السيئة اللي كانوا فيها عمرهم ما قدروا يتمحاو ليا مذاكرتي. الأب ديالي هو جاي في الطريق دار قصيدة. نهار الخطبة ديالي كنا فرحانين وموجدين كل شيء، حتى نزل علينا داك الخبر بحال الصاعقة، الخبر اللي صدمني ودخل الخنجر في قلبي وقطع اطراف. يا الدنيا شحال غدارة، ما قدرتش نتيق باللي مات السند والامان ديالي. بصح ان الام ديالي مازال عايشة والله يحفظها ليا ويخليها ليا وطول لنا في العمر ديالها، ولكن كيبقى هداك النقص كيكون ديما حاضر. جاتني قاسحة حيت بقيت غير كنلوم راسي وكنقول انا السبب، انا هي السبب في هادشي اللي صرا لبابا واللي حرمني منه. كل ما خرجت هذاك النهار ما كانش غادي يوقع هادشي كامل، ولكن في الاخير تقبلت الامر وقلت كيبقى مكتب الله. وكنتمنى من المتابعين ديالك اخويا حماد الراوي انهم يدعوا معاه بالرحمه والمغفره، اللهم امين. رجعت لخدمتي وكان كل شيء طبيعي. بقيت هكذاك 9 شهور ويقول لي زكريا اي الزوج ديالي انه بغى يجي يخطبني هاد المرة. فرحت ومشيت قلتها لماما، ولكن عاود تاني الموت كتخليني نأجل الخطوبة ديالي حيت ماتت جدات راجلي بنهار قبل الخطبة ديالنا. اللي ما عنده زهر راه ما عنده زهر. انا كنعاود لكم هادشي غير باش تعرفوا المعاناة اللي عشتها قبل ما نتزوج. ودازت واحد المدة وبغى يجي يخطبني عاوتاني، ولكن هاد المرة باه وعماته ما بغاوش وقالوا ليه باللي هاد البنت راه تابعها النحس. نهار الاول مات باباها ومن بعد ماتت جداتك، ولكن هو طلع راجل
وقال لهم إلا ما تزوجت بها راه ما عمرني غادي نتزوج مازال. وزيدون الموت ديال الله ماشي هي اللي كتقتل وكتحيي. بقى معهم في الصراعات وانا ملي قال لي هكذاك بقى فيا الحال حيت انا تعلقت به بزاف وما كنتش كنتخيل انه يكون شي وحده اخرى من غيري. بقيت كنبكي الليل ونهار حتى نشفو دموع عينيا. نعلت الشيطان وتوضيت وصليت وقلت يا ربي اذا كان في هذا الزواج خير ليا قربو، والا ما فيهش الخير بعدوا عليا. ودازت شهر بالحساب، ثم عيط عليا زكريا وقال الو بشرى لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. وانت اش خبارك؟ اش كتعاود؟ انا يا لاباس الا كنت انت لاباس. المهم سمعيني شنو بغيت نقول لك. السيمانه الجايه غادي نجي لعندك انا والدار باش نخطبوك. انا ديك الساعه تخلطوا لي جميع المشاعر، الضحكه مع البكيه. كان اول نهار غادي نفرح فيه من قلبي من بعد داكشي كامل اللي دوست. جاو خواتاتي وخوالي وخوالاتي وكل شي كان فرحان وكيوجد. اما واحد خالي غير كان كيدور يدور وكيعيط ليا وكيقول لي وفينا العروسه ديالنا، حتى كنت كنحشم. المهم جا داك النهار الموعود، وصدق شيخي كيعرف خالي، كانوا صحابو. قال ليه شيخي هذا انت وغبورات هادي وياها السحمت غير الدنيا وصافي، ياك انت بعدا لاباس صحة كل شي مزيان؟ والله الا كنحمد الله وكنشكروه كل شي بخير وعلى خير. الله يحفظك لينا، راه حنايا بغينا نتناسبو معاك الى كتاب. الله يا ودي هذا هو النهار الكبير عندنا، واش غادي نلقى احسن من ولدك البنت اختي؟ وصافي تفاهموا على كل شي. ومن بعد جات اختو ومرات باه، لان الام ديالو متوفيه. خرجوني ولبسنا الخواتم. اش منك يا صغاريت وشطيح، وكل شي داز بخير وعلى خير. ومن بعد يومين رجعت الخدمة ديالي. بقيت عامين وانا مخطوبة، وبديك البركة اللي خديت كنت كل مرة كنت كنشري شي حوايج باش ملي يجي داك النهار ونمشي نكون واجدة. وزكريا بدورو كان كيبني الدار اللي فوق الدار ديال الاب ديالو. من بعد ما دازت عامين جاو عندنا مور العيد الكبير باش نحدو الموعد ديال العرس. انا في هذيك اللحظة فرحت لواحد الفرحة اللي كبيرة، والله يرزق اي بنت هاد الفرحة. درنا هذاك الشي اللي قسم الله، ومشيت لداري واستقبلوني احسن استقبال بالزغاريت وداك الشي اللي راكم عارفين. كيف ما كتعرفوا العادات والتقاليد المغربيه كيف دايره. بدينا حياتنا وكان كل شي زوين، حتى كملنا تقريبا واحد 3 شهور هكذاك. مرات شيخي هنايا بدات كتغير مني وكتقلب على الصداع. مع العلم انا ساكنه بوحدي انا وراجلي الفوق، يعني ما كناش كنتحكوا بهم بزاف، ولكن واخا هكذاك كان الصهد ديالها كان كيوصلني. انا كنقول الله ينعل الشيطان وقتلتها غير بالبارد. وتخيلوا معايا اشنو دارت، ولات كتبقى كتعس عليا الوقت اللي كنكون خارجه انا وراجلي. تما كانت كتجي وكتحل الباب وكتقول لينا فين غاديين، ثم كتجي وكتلصق فينا. كانت كل مره كانت كدير هكذاك، حتى جا داك النهار وراجلي طلع ليه الدم. ومن هذيك الوقيته ما بقيناش كنخرجوا. صافي ولات هادشي هي الخدمة ديالها، كتبقى كتعس علينا وكتسول. وما كفيتهاش انا لا، دازت حتى لشيخي ولات كتجبد معاه المشاكل. كانوا كيدابزوا على اتفه الاسباب. وواحد النهار جات عندها اختها، هاد اختها شيخي ما كانش كيحمل فيها الشعرة، وما عرفتش علاش كيبقى المسكين كيدور في الزنقة حتى الليل وكيجي لدارو. ملي هي كانت كتجي هو المسكين كيخرج وكيبقى كيدور في الزنقة حتى الليل ويرجع. وجات كيف ما قلت لكم اختها وهي تطلعها لعندي. بقات عليها هذه هي مرات زكريا، وبقات عليها وكتقول شفتي هذه هي مرات زكريا اللي عاودت لك عليها. وانا في الخاطر ديالي بصراحه هرب منها لواحد الدرجه اللي ما كتصورش. عندها واحد الوجه ما مقبولش يا ربي السلامه. سلمت عليها بزز وانا ما حاملاش راسي. طلبت منهم يدخلوا ودخلوا للصالون وجلسوا. بقينا كنهضروا شويه هي تقول لي جيب لي بنتي شي كاس ديال الماء. نط على النية ديالي باش نجيب ليها الكاس ديال الماء، وملي كنت راجع كنسمعها كتقول ليها بصوت خافت صافي واش كملتي؟ وانا نوقف عليهم، شافوني هما يتسمروا في بلاصتهم. قلت ليها ها كلمة، ولكن هنا هي صدماتني ملي قالت لي صافي ما بقاش فيها العطش، راه خصني نمشي دابا راني مزروبة. حطيت الكاس وانا نخنزر فيها
ثم خرج وأنا ينسد الباب عليا. بصراحة ما نخبيش عليكم، توسوست وقلت مع راسي هادي مالها ومال التصرفات ديالها ما كيعجبوش. ومن هنا يا أخوتي بدات المعاناة ديالي، المعاناة اللي كرهتني في عيشتي، ولات كتحرش عليا شيخي ولويساتي، ولكن شيخي كان كيعبر عليها وكيقول لي هالسيدة في دارها وعيبها بعيد. أنا بقيت صابرة حتى حملت، فرحت ونسيت كل شيء، وكنت ديما كنت كنهبط نعاونها في الشقة. واخا ما كنت ساكنة معاها، ولكن بحكم التربية ديالي ما كانتش كتسمح لي ما ننزلش ونشوف شنو خصها. ولكن دابا ملي حملت ما بقيتش كنهبط، وهي هنايا فين ما عجبهاش الحال في خطرة. وصلت 7 شهور ديالي في الحمالة. عرفتوا اخوتي اش دارت ليا؟ عيطات ليا باش نجر معاها البلاكار. وليت كنقول مع راسي واش هادي من نيتها؟ انا قريب نولد وهي تقول لي اجي جري معايا البلاكار، واش بغتني نطيح ولدي؟ ما قدرتش نقولها لا، وانا يا غادي عندها للطريق وانا كندعي الله باش ما يوقع ليا والو. وملي وصلت لعندها يلاه بغيت نهبط باش نجرو، وهنايا هو يوقف لوسي وقال اش كديري انت هنا؟ حيدي ليه، انا اللي غادي نجر معاها. لكن هنايا قالت ليه اللي ما كتسماش بلا حشمه، تا غير خليها راه ماشي ثقيل. ويرد عليها وقال لها واش ما كتشوفيش السيده واحله في روحها؟ انا اللي غادي نجر معاك. وانا نقول في خاطري حمدتك يا ربي وشكرتك. دازوا الشهور وجات وقت الولاده، ولدت وبقيت ناعس 10 أيام في السبيطار حيت كانوا لقاو عندي ميكروب. ومن بعد ملي تشافيت رجعت لداري. وبصراحه ما نخبيش عليكم انها دارت معايا داكشي اللي كانت غادي ديرو الام ديالي، قابلتني وقابلت حتى ولدي، كانت كتغسل وكتطيب وكتجيب لي الماكله حتى لبيتي، ثم بقات كتقول لي سمحي لي. وانا يا طبعا على نيتي قلت ليها الله يسامح لي وليك. ودازت سيمانة ودرت السبوع وجات الام ديالي ومشيت معها، بقيت عندها حتى كملت 40 يوم. ثم جا راجلي وداني وكملنا حياتنا عادي مع ولدنا، ولدنا اللي سميته زياد. السيدة كانت عطاتني التيقار، حتى دازت واحد الشهرين هكذاك قلت لزكريا خد لي ماكينة ديال التصبين حيت هذيك اللي كانت خسرات، ومع المصاريف ديال الزيادة وكذا قلت نخلي حتى من بعد. وصافي دازت ليام وجابها ليا، حتى لواحد النهار كانت كتصبن بيديها في السطح. طلعت وقلت ليها علاش معذبة راسك، راه الماكينة كاينة. وهنا هي السيدة وهي تقلب في الوجه ديالها، تسيفات عليا وبدات كتغوت بصوت عالي وكتقول لي انتي عندك ماشينة ومخبيها علينا، ولا خايفة لا نخسرها ليك، مالك على هاد الحسد اللي فيك، وانتي فاعلة وانتي تاركة. المهم ما خلات ما قالت فيا. انا بطبعي هاد المرة ما قدرتش نصبر، بقات هي كلمة وانا يا 10 حتى طلع شيخي، وبدات حتى هو كتغاوت معاه. السيدة تبدلت بزاف ولات عنيفة معنا، جمعت الحوايج ديالها ولات كتغضب بالشهورة، ثم كترجع عاوتاني كتنوض الصداع وتولي ترجع تمشي. حتى جا داك النهار وصل بهم للطلاق، طلقوا وصدق عطيها 10 المليون حيت ما بغاش يخلي معاها الدراري. قالت لي هاد المسخوط عطيني 10 المليون وغادي نتنازلك عليهم، ما عندها لا كبدة ولا حتى رحمة من جهة ولادها. تنازلت عليهم على ود خنز الدنيا. المهم اخوتي دارت الايام وسمعنا انها تزوجت بواحد من برا، واكتشفنا في الاخر انها كانت كتخون شيخي معاه. طبعا ما ذكرتش لكم في الاول ان مرات شيخي كانت مازال صغيره وحاسه بروحها، كيف ما قلت لكم كانت كتخونه مع هاد السيد وطلقت على قبل الفلوس. انا بقيت مع ولادهم كنت كنتهلا فيهم بحال اختهم الكبيره، كنت كنطيب ليهم وكل شيء، حتى قرر شيخي يتزوج من بعد عام. جاب واحد المراه ما شاء الله التربيه والاخلاق وكتدخل الخاطر. وصافي قلنا حتى تهنينا من المصيبه، حتى جات رجعت في الصيف. علاش؟ حقا بغيت نشوف ولادي، توحشتهم. وبلا حشمه وبلا حيا قالت لي علاش تزوجت. بقات شهر وهي جالسه وبغات تموت بالفقصه، حيت هاد المراه كانت زين وكل شيء، كانت متوله عليها، وحتى شيخي كان كيتعامل معها بالمزيان. وصافي مشات في حالها. ثم دازوا الاشهر وحملت بولدي الثاني، كنت بغيت بنيته الصراحه، ساعة اللي جابوا الله فيها الخير. هاد المرة تكلفات بيا مليكة اللي هي مرات شيخي الجديدة، وبقينا معاونين أنا وياها. احتاجت ديك المصيبة عاوتاني وطلعت لعندي باش تبارك لي. ولكن هاد المرة ملي مشات
تبدلت وكرهت داري وراجلي وما بقيتش كنحملو ولا حتى يقرب ليا. كنبقى كنضرب معاه على اتفه الاسباب. قلت ليه انه يديني باش نرقي روحي حيت ما حساش براسي مزيان، حيت وليت كنحلم غير بالكلاب والحناش والمشاش الكحلين. مره كيعضوني ومره كيتبعوني حتى كنفيق مفزوعه، وليت كنفكر حتى في الطلاق. ولكن هو ما كانش كيتسوق ليا، كيقول لي راه ما عندك والو، هذاك راه غير الوسواس ولا العين. بقيت هكذاك حتى وليت كنطج من داري. كنت كنبقى عند الام ديالي بالشهوره حتى كان كيجي وكيديني بالغوات. تجا داك النهار وفعلا قرر انه يديني باش ندير الرقيه. لكن ملي وصلت كنت خايفه، خايفه بزاف، وكل شيء كان كيتراد فيا. لساني ولا ثقيل والقلب ديالي كان كيضرب بالجهد. وصافي هنايا بدات الرقيه، بدا كيقرا عليا القران، وبديت كنحس بيديا ورجليا كانت كتنمل عليا. صدري ضيق عليا وتقبض، وبقيت كنبكي وكل شيء تعوشت. وانطق داكشي بلساني وقال بلي مرات الاب ديالي هي اللي سحرت لي بالسحر المرشوش. داوني للدار وبديت من الباب ديال الدخله والكولوار، وليت كنشوف داك السحر هكذاك مرشوش في كل قنت من القنوت ديال الحيوط. كنت كنحط يديا والراقي كان كيخوي الماء ديال الرقيه، وتقريبا الدار كلها كانت مرشوشه. هذه كانت غير دار ديال شيخي. اما ملي وصلت لداري مع الدخله غيبت، فقت وانا كنبكي وكنتركل. بديت كنقول بغيت اطلق منك، بغيت نشتت ليكم الشمل، بغيت نمرضها ونشللها. وانا يا ربي اللي عالم بيا، العروق ديال راسي كانوا غادي يطرقوا عليا حتى بالظن الاصهار كاملين. كان هذا اصعب نهار دوزته في حياتي كامله. عييت بزاف بحال واكله العصا. عمرني ما ظنيت انه مرات شيخي غادي يدير فيا هكذا. بقيت مصدومه حيت كنت معها بنيتي، وبقيت كنقول علاش درت فيا هكذا، علاش. ودازت الايام وجات، واخا هكداك دخلوها وليت انا اللي خايبه، حيت راجلي تغاوت مع با وناض سطاح كبير، حيت كانت باغيه تبقى شي ايامات وراجلي ما بغاش. قال لي با ماشي شغلك، انا اللي كنحكم هنايا في الدار، وتجلس شحال ما بغات، راهم ولادها كاينين هنا. ثم قال لي راجلي وهذوك السحورات ومراتي اللي كانت غادي تحماق بسببها، شنو ما بقاتش فيك؟ تخيلوا اش قال ليه. هي ما ديرش هاد الشيء، كل شيء من اختها. ثم بقاو كيتغاوتوا حتى كل شيء تفرج فيهم. مرتو ما قدراتش تهضر حيت خافت يطلقها، فطلع راجلي معصب المسكين. قال لي ما تبقايش تهبطي، واخا يوقع اللي وقع سدي لك باب دارك وشدي ولادك. ولكن انا كنت كل نهار كنت كنبغي نهبط ونبرد ديك الحرقه اللي فيا. كنت كنصلي وكندعي الله انه ياخذ فيها الحق. حتى لواحد الليله نعست وانا كنحلم، حلمت بواحد اللفعه كبيره، كانت كبيره وصفراء، كتجري من مورايا وانا يا هاربه. حتى فقت وانا مخلوعه، عاودت هادشي لراجلي وقال لي حسبي الله ونعم الوكيل وصافي، حسبي الله ونعم الوكيل. وما عرفنا ما نديرو. دازت 3 ايام بالحساب. كنت كنوجد راسي باش ندي ولدي للمدرسه، حتى كنسمع الدقان في الباب. قلت لزكريا يفتح الباب. حل الباب والوجه ديالها هكداك احمر. قلت ليه السلام. وهنايا ملي شافها بدا كيغوت عليها، بدات كتعاطى معاه في الهضره. وجيت انايا وقلت ليها خرجي من داري. كانت هزه في يديها واحد الطبصيل، ثم قالت لينا انايا اللي حمقى، زعما صاوبت لك هاد الحرشه وجبتها ليك. انايا غير خديتها من عندها ولحتها في الدروش وهي تتلاح فيا ساعة، حتى انايا بردت فيها وخليت ليها غير اللي نسات. ثم سديت عليا الباب. بصراحة بقى فيا الحال، وجعني قلبي حيت انايا ما عمري ما كنت هكذا. ولكن بنادم اعطيه تقارو وهو مازال كيقلب عليك. بقيت كندعي عليها الليل والنهار، وحتى راجلي الله يخليه ليا وقف معايا وعمره ما تخلى عليا. ودازت مدة وليت هاد المرة كنشوفها في منامي كطلب مني السماحة، ولكن انا كنت كنقول ليها ما عمرني ما غادي نسامحك، عمرني ما نسامحك. ونوصيكم اخوتي، عمركم تقولوا شرينا ولا درنا، ديما قضيو اغراضكم بالسكات، حيت العين حق. انا خديتها درس في حياتي، ولكن اللي كيمشي بنيته عمر الله ما يخيبه.
حيت أنا مشيت معها بالنية. كلت طعامي وشربت شرابي وهي كتحفر من مرايا بالشر، ولكن ربي كبير سبحانه وتعالى. أنا لحد الآن ما زال كنعاني، وداك شي علاش كندير مرة مرة الرقية حتى نولي لاباس إن شاء الله. دعوا معايا أخوتي بالشفاء، وهي بغيت نقول لها حسبي الله ونعم الوكيل. وهذه هي الحكاية ديالي. كانت معكم أخوتكم بشرى. النهاية. سلام الله عليكم من جديد أخوتي. كانت هذه هي النهاية ديال هذه الحلقة. كنشكر بزاف الأخت إلهام البوزيري لإعدادها لهذه الحلقة، وكيف ما طلبتوا منها في التعليق أنها تجيب قصص حقيقية، فهي كتلبي لكم الطلبات ديالكم. القصة ديال اليوم كانت قصة حقيقية ومعاناة بنت من السحر المرشوش، وشلا بنات عانوا من السحر، والله يشافي الجميع. وأيضا كاع الناس اللي مروا بتجارب مؤلمة ولا تجارب يعني اللي الواحد يقدر يستفد منها، أو الأخطاء مروا بها مبغاوش ناس أخرين يطيحوا فيها، تجاربهم مع الجن أو العالم الآخر، تعرضهم للسحر وما يجاور ذلك، فتقدروا تتواصلوا معي عبر الانستغرام اللي هو خاص بالقناة الراوي ستوريس. عندي أنا يا انستغرام اللي هو حمادة القرشي، وعندي انستغرام اللي هو راوي ستوريس، يعني نفس الاسم ديال هاد القناة. إلا بغيتوا ترسلوا لي القصص رسلوها لي في ديك الانستغرام ديال راوي ستوريس. أيضا الصفحة ديال راوي ستوريس الرسمية كتكون مكتوبة راوي ستوريس الرسمية، لأن الراوي ستوريس القديمة راها مشات، ما بقيتش قادر ندخل ليها. المهم إذا بغيتوا تتواصلوا معي في الفيسبوك، الصفحة سميتها صفحة الراوي ستوريس الرسمية، انستغرام الراوي ستوريس. وإلا ما عندكم لا هذه لا هذه، فتواصلوا معي عبر الواتساب كيف ما كتشوفوا الرقم ظهر في الشاشة. فشكرا جزيلا لإلهام البوزيري، خليوا لها تعليق في الوصف وشنو بغيتوا تسمعوا مازال من بعد. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. كان معكم من مورا المايك حماد القرشي على برنامج راوي ستوريس. تصبحون على ألف خير. سلام.